يا مساء الخيرات والنعيم على كل المتابعين الكرام. في هذه الحلقة ريحان تطرق إلى زراعة بذور هذه النباتات التي تشاهدونها. تزرع البذور في فصل الشتاء لنتحصل على هذا الجمال في فصل الربيع والصيف. إذا أعجبتكم الحلقة تابعوني بعد هذا الفاصل. نبدأ بزراعة البذور. أول حاجة نبدأ بتحضير العلبة. هذه العلب هي علب مستعملة، يعني نقوم بشراء بعض الحاجيات فيها، وفضلت نزرع في هذه العلب لأنها تحتوي على غطاء تلقائي، وبالتالي يمكنني إغلاق العلبة والاحتفاظ برطوبة التربة ريثما تنبت البذور. أول حاجة نبدأ بزراعة بوضع التربة. يحبذ أو يفضل بوضع التربة الزراعية الخفيفة، يعني تربة البيتموس مع قليل من البيرلايت، يعني أفضل تربة لتشتيل البذور. نضع نصف حجم العلبة، نسوي التربة بشكل يعني منتظم، ونقوم بزراعة البذور. أول حاجة أو أول بذور سوف أقوم بزراعتها، يعني هذه العلبة سوف أزرع فيها نوعين من البذور، يعني سوف أقسمها على نصف. النصف الأول سوف أقوم بزراعة بذور البيتونيا. بذور البيتونيا هي بذور دقيقة جدا، يعني عن تجربة قمت بزراعة بذور البيتونيا العام الماضي وتحصلت على نموات جميلة جدا. هذه البذور هي بذور دقيقة جدا، تشبه حبات الخميرة الكيميائية التي نستعملها في المطبخ. نقوم بنتر هذه البذور على سطح التربة. يمكن يعني تغطية البذور بطبقة رقيقة من التربة، أو يمكن الاستغناء عن هذه المرحلة، لأنه البذور نقوم بتغطيتها على حسب حجم البذرة. إذا كانت البذرة بحجم 1 سنتيمتر، نقوم بتغطيتها بطبقة 1 سنتيمتر من التربة، وهكذا. بما أن هذه البذور دقيقة جدا، فيمكننا الاستغناء عن تغطيتها بطبقة من التربة، لكن أنا سوف أقوم بتغطيتها بالقليل من التربة. نبات البيتونيا نبات جميل جدا، قمت بزراعته العام الماضي بالبذور وتحصلت على عدة شتلات جميلة، يعني شتلات بدأت بالإزهار في فصل الربيع، الصيف، الخريف، إلى غاية بداية الانخفاض في درجات الحرارة، وبالتالي انخفضت وبالتالي موت النبتة وبدأت تموت العقل حتى أفقدتها نهائيا. لكن تحصلت خلال هذه الفترة من الإزهار تحصلت على بذور جديدة، والآن أقوم بإعادة زراعتها. الطرف الثاني أو الجزء الثاني من العلبة سوف أقوم بزراعة نبات سيلوزيا أو نبات عرف الديك. نبات عرف الديك هذه أول مرة أقوم بزراعة بذوره. بذوره يمكن هي نبتة صيفية، وبالتالي البذور إلى غاية فصل الربيع تزرع، لكن أنا قمت بزراعتها الآن، وإن لم تنجح التجربة سوف أقوم بإعادة التجربة مع بداية فصل الربيع. نبات سيلوزيا كذلك نتحصل على البذور من الزهرة عندما تجف، والبذور ديالها خلاف دقيقة وبهذا الشكل كما تلاحظون. أقوم بزراعتها في النصف الآخر من العلبة، ونقوم بتغطيتها بطبقة رقيقة كذلك، نفس العملية، ونلتقي بعد قليل. بعد الانتهاء نقوم بسقاية البذور أو بترطيب التربة بشكل يعني كاف، مع العلم أن هذه العلب لا تحتوي على ثقوب، سوف أخذها بعين الاعتبار، يعني لن أغرق التربة بالماء، سوف أقوم بتبليلها وترطيبها فقط، ثم أقوم بغلق التربة للحفاظ على الرطوبة، ويعني يمكن فتح الغطاء يوم أو يومين يعني للتهوية وإعادة غلق العلبة.
نفس الشيء سوف أقوم بزراعة بذور أخرى في علبة بنفس الحجم. هنا سأقوم بزراعة بذور الميريغولد. نبات الميريغولد هو نبات كذلك صيفي، يعطينا زهور من فصل الربيع إلى غاية فصل الصيف. نبات الميريغولد عندي نوعين، ميريغولد الأفريقية أو الأمريكية ذات الزهرة الصفراء الكبيرة، ميريغولد الفرنسية ذات الأزهار الصغيرة وزهرتها تكون خليط ما بين البرتقالي والأصفر. نبات الميريغولد نبات جميل جدا، يحب الشمس المباشرة وكذلك السقي بغزارة لأن أوراقه سريعة الذبول. هذه هي البذور. سوف أقوم بتقسيم العلبة إلى النصفين وأزرع كلتاهما في نفس العلبة. البذور تحصلت عليها من النبات عندما كان في حالة الإزهار، و يعني يزهر بغزارة وكل زهرة تعطينا المئات من البذور، يعني البذور تحصل عليها بشكل كثيف جدا. هذه هي، ونطبق جميع المراحل اللي قمت بها في المرحلة الأولى، ونتلاقاو بعد قليل. في هذه العلبة سوف أقوم بزراعة 3 أنواع من البذور. هذه العلبة سوف أقوم بقسمتها إلى 3 أجزاء. الجزء الأول أقوم بزراعة الوينكا أو الفينكا روزا بلونين، يعني ذات اللون الأبيض وذات اللون الفوشيا، بينما الجزء الثالث سوف أقوم بزراعته ببذور الأفريكان ديزي أو ديزي. هذه النبتة هي في الحقيقة تزرع في فصل الخريف، يعني شهر أكتوبر إلى نوفمبر أو 10 و11، لكن أنا الآن أقوم بزراعتها في شهر 12، لكن إن شاء الله تكون تنجح لي البذور. نبات الديزي أو نبات الأفريكان ديزي هو نبات يعني يزهر في فصل الربيع، مع بداية الربيع شهر مارس وأفريل، يعني الشهر الثالث والرابع، يستمر إلى ماي وشهر جوان، يعني عند ارتفاع في درجات الحرارة الشديدة ينقطع عن الإزهار. وبذور الديزي هي بذور مختلطة ما بين اللون الأبيض واللون البنفسجي. نواصل عملية زراعة البذور ونطبق نفس الخطوات اللي طبقتها في المرحلة الأولى، ونلتقي بعد قليل. بعد الانتهاء أقوم بتغطية العلبة بكيس بلاستيكي للحفاظ على رطوبة التربة ورطوبة البذور. نعرض هذه العلب إلى ضوء ساطع بعيد عن أشعة الشمس المباشرة، أكيد يجب أن يكون في مكان دافئ أو معتدل الحرارة لتسريع عملية الإنبات. بعد ذلك أقوم بكتابة على الغلاف والأغطية أنواع البذور التي قمت بزراعتها مع نوع الزهرة لكي لا يختلط علي الأمر مستقبلاً.
هذه هي أو البذور الشتوية التي أردت أن أشارككم إياها. إن شاء الله تكون هذه المعلومات إضافة لمعلوماتكم الزراعية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلون زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. نتلقى إن شاء الله في فيديوهات أخرى بحول الله. إن كان هناك استفسارات أو أي سؤال اتركه لي في التعليقات، راح نجاوب عليه بإذن الله. نتلقى في ساعة الخير وفي فيديوهات أخرى بحول الله. سلام.